أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح قل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم هدى إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله إلى الله لما يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إنما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا واتقوا فلكم أجر عظيم إن الذين يبلغوا قلون بما آتاهم الله من قبل
khayrun lahu bal huwa tarul tarul lahu la yutawwaku nama nahilu bihi yawmal qiyamah walillahi min rasuli rasul samawati wal ard Allahu bima ta'maluna khabir. Laqad sami Allahu qawla kita qawla inna allaha fakiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya pada tim
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim.
lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walil nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qallani Bihara Abu Dhabi, Pak Ika Narotul Yukro.
Bismillah.